يا شكون هم؟ هما اللي يخدموا في الرقابه نتاع الدوله التونسيه، هيئات ما نسمعوش بهم برشا في العاده، سي جي اس بي، سي جي اف، وغيرها من الهيئات اللي يخدموا في صمت، وهذا لصالحهم كذلك باش يكونوا في من او على من من التجاذبات السياسيه عامه اليوم يلقيوا بهم حسب رايهم في الصراع السياسي. اهلا وسهلا بك مدام هلا غربي. يعيشك، خليني ساعه نوضح في تفاعل معك بسيط، انه راهو المستشارين المصالح العموميه ما هماش اللي انت تحكي عليهم. مستشاري المصالح العموميه هما خريجي المرحله العليا للمدرسه الوطنيه للاداره، اللي هما بعتالي مخولين باش يكونوا في اعلى يعني هرم الاداره العموميه، واللي هما يتخرجوا من المرحله هذه اللي هي المرحله العليا مستشارين ومراقبين وقضاة في محكمه الحسابات، وايضا قضاة اداريين، يعني يكونوا موجودين في كل هيكل الدوله، سواء في الادارات المركزيه، الوزارات، والادارات الجهويه والمحليه، واضح، في المصالح الخارجيه. هذا عامه، انما اليوم موضوعنا هما الهيئات الرقابيه. اليوم موضوعنا هما الادارات. اي تعنيوا بهم زاد. طبعا هذا هو موضوعنا، وهذا لونج خلينا نقولوا، والفوكس نتاعنا. علاش اليوم نحن مستدعينك مدام؟ هذا جاء بعد طبعا تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وبعد كذلك البيان الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي، ونذكروا لي الهيئتين هذوما يتبعوا رئاسة الحكومة. شنو هو اللي صار؟ لا، ما يتبعوش رئاسة الحكومة الزوز، راهو فما هيئة تتبع رئاسة الحكومة، واحدة تتبع وزارة الوظيفة. الوظيفة العمومية هو وزير مكلف لدى رئيس الحكومة. فعلا، لكن هي تحت إشرافه. مدام هي صعيبة على الناس، أنا قاعد نحاول نبسط، وأنتم راهو تزيدوا تصعبوها لدرجة أنه راهو ما عادش تفهم. دونك صحيح التدقيق لازم ونكونوا قدر الامكان، اما في نفس الوقت خلي المواطن التونسي ذكي ويسال ويعرف، راه ويسوفي انك تسال ولا وتاتيك الاجابه. وهو كذلك استقبلنا سي حمد الصويب قبيله حتى باش نوضح الرؤيه، خلي توضح اليوم فما العديد من الهيئات الرقابيه، اليوم انت جايه تمثل الناس اللي تشتغل فيها من مستشارين. هذا هو مستشاري المصالح العموميه، راهم هما هيكل التصرف، وهيكل التصرف في علاقه مباشره في عملهم بهيكل الرقابه، لان هيكل الرقابه هي التي تسلط مهام رقابه على اجهزه التصرف. اليوم احنا شنو نشوفوا في علاقه بالملف اللي انت تحكي فيه ساعه، اللي هو صار فيه عديد الاخلالات. هيت نقولوا ساعه، انت قلت شكرا عبو على محاكمه الناس قبل المحاكمه القضائيه. فعلا، انت علش. قدمت ساعه تصريح ناري، لماذا؟ لانه هو باش نفسر لك علاش، لانه في الطرق العاديه والطبيعيه لعمل هيئه الرقابه هذه، وقت اللي يجيني انا هيكل الرقابه باش يراقب العمل، عمل التصرف نتاعي، يقوم ياخذ كل الوثائق التي تعنى بالمساله اللي هو باش يراقبها، ثم يعمل تقريره الاولي، ثم بعد التقرير الاولي يواجه الاداره بما نسب اليها من اخلالات، ويعمل المقاربات الضروريه، ثم يخرج تقرير نهائي، اي سي سكون ابل لا بروسيدور كونتراديكتوار. انت وقت اللي تشد ارهابي في البلاد هذه من حقه انه يدافع على نفسه، من حقه في محاكمه عادله، واضح ولا لا؟ يعني اذا كان احنا نجيو في شطر الاجراء هذا ونغرقوا السمكه وين نحبوا نوصلوا يعني. هيت نذكروا شنو اللي صار، خرج التقرير الاولي، من ثم بيان عن الهيئه العليا للمطلب العمومي للطلب العمومي، تقول ليه راهو منقوص؟ راهو فما تفاصيل ما بلغ التقرير. هو اللي صار انه موجوده في اللونجيد الهيئه العامه للرقابه الماليه، اللي هي تخدم وموجوده على عين المكان. وقت اللي صارت هالميسيون بونكتويل، احنا نسميوها هذيا يعني اون انكيت بونكتويل، نزيدوا على عمل هيئه الرقابه الماليه، نزيدوا احنا هيئه الرقابه العامه للمصالح العموميه، اللي هو لا يجوز راهو هيكل اداري ايا كان ونابطوا عليه بزوز هيكل رقابه عامه، راهو ما عادش ينجم يخدم. ما قريناش بعين الاعتبار احنا الجانب هذا. ثم بعتلي خرجت زوز تقارير وقالوا المواطنين فما يعني كونتراديكسيون، فما تضارب. فماش تضارب، انا هزيت الاجراء الوثائق نتاعي، انا ريت هذه والاخر شاف هذا، انا باش نسالك وانت باش تجاوبني بعد، هذاك علاش فما تقرير نهائي؟ هذه راهي الاجراء هذايا معمول به في كل انحاء العالم اللي عندها هيك الرقابه تخدم بنفس الطريقه هذيا، فما دي نورم انترناسيونال نحترموها. وين هنا اللي صار؟ اللي صار انه تم التشكيك في عمل هيك الرقابه التي عملت بكل حرفيه وبكل مهنيه، اليوم هيك الرقابه اللي هي اعلى هيك للدوله ولات في مأزق وليت محرجة. في تصريحه السيد وزير الدولة قال قالوا لي ما تنشرش التقرير لكني سأنشره، وأنشره لأنه يهم الرأي العام، يهم الرأي العام الحقيقة، مش يهم الرأي العام أنه أمبالانس اللي عنا بطريقة يعني لا تنظر بعين الاعتبار حقوق الدفاع، ولا تنظر بعين الاعتبار للبروسيدور كونتراديكتوار هذية، مش معقول. هنا إذا راهو يلزمنا ننزه هيك الرقابة متاعنا، إذا كان احنا نعمله في شك، يعني اليوم أنا كمتصرف يجيني هيك الرقابة باش نشك فيه، نقول
لله لعل يحط لي اي حاجه لعل ما يسالنيش وما يستشيرنيش في هذيك علاش عملتها هكا لانه انا كي نشاورك نسالك بلوتو نقول لك لماذا انت اخليت بالاجراءات تقولي لي لانه فما الفصل الفلاني راهو يقول كذا وكذا وانا نخضع له الفصل هذاك يكون هيكل الرقابه يكون ما نعرفش معناتها انت من دورك هيكل الرقابه انك تسال ومن واجبك انك تاخذ بعين الاعتبار اجابه الاداره المعنيه يمكن الاجراء هذاك اللي انت ريتو اخلال يولي ماهوش اخلال وقت اللي تفسر لك الاداره علاش عملت هكاكه ثلاثه اسابيع من البحث اللي خدمتوه من 25 جوان وقت اللي سي محمد عبي عبو عفوا تقدم بالاذن والطلب هذايا من الهيئه هيئه الرقابه العامه للمصالح العموميه شو يقول التقرير الاولي مدام هاله لو توضح لنا علاش منقوص وشنو يقول ماهوش منقوص راهو هذا ما تبادر الى بعض الاذهان هو ماهوش منقوص هو تقرير اول رابور بريليمينير ما تنجمش بطبيعته يعني بطبيعه الاشياء هو ما ينجمش يكون فيه كل شيء لانه انت قلت لك لازمك تسال الاداره المعنيه على جمله الاخلالات التي نسبت اليها وتنتظر اجابتها وتعمل مقارباتك القانونيه والاجرائيه وتخرج بنتيجه هنا شكون متضرر الاولاني من انه خرجنا احنا تقرير اول هو الفخفاخ بنفسه لانك انت هنا نوعا ما راك ما قريتش بعين الاعتبار كي انت ما استنيتش الاداره حتى لين تجاوب دونك انت عطيت نوع من المعطيات اللي هي بطبيعتها ماهيش باش تكون كامله مش معناتها عمل اجهزه الرقابه مش كامل راهو ما خدموا خدمتهم اون بوني دو فون وهذا ما يجب ان يكون شنو المنقوص مثلا انه ما عطيناش هاك الانواع نتاع العناوين الاليشانت بالنسبه للمواطن شبهات تضارب فساد نتاكد من شبهات تضارب فساد وبالحق فما تضارب فساد ولا انه مخل اجهزه الرقابه مش هذا دورها دورها انها تقول فما اخلال في الاجراء الفلاني وفما إخلال في كذا يعني تدرس جملة الإخلالات وجملة النقائص ثم تنتظر إجابة الإدارة على ما نسب إليها من إخلالات ونقائص هذا دورها مع التقرير الأول ينتظر رد الإدارة هي لانجيد هو وكالة التصرف النفاذ فعلا وهنا احنا علاش نحكيو تو الاداره ما تنجم حتى تقول حتى شيء هيك الرقابه بتنجم تقول كان فما شبهه فساد اذا وجدت احنا هنا نقولوا فما خلل في الاجراءات فهو موجود شبهه فساد يمكن تكون موجوده في نقطه من النقاط انا لا استحضر عدد النقطه ثم من الذي هو مخول قانونا باش يقول صحيح فما فساد هو القضاء هذا على المستوى الاجرائي او الشكلي بنظفرين هو مهم جدا هذا المجرى القانوني اما هي تمشيو للمضمون شو يقول التقرير الاولي يقول فما السيد الياس الفخفاخ او على الاقل اللي سيروا الملف انا هنا راهو يلزمني نتحفظ خاطر اذا كان انا ندخل في دراسه والتعمق والتمحيص في ما جاء في قرار وفي تقرير جهاز الرقابه المعني فانا هنا كاني انا يعني هبطت معاهم في نفس الـ 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 في نفس الحكاره ما يجيش ما يجيش لا يعقل لو اجهزه الرقابه كل هيك للدوله راهي تعمل في صمت وهذا شيء معروف عليها ما نخدموش وما نخرجوش تقاريرنا الاوليه حتى نتاكد من المعطيات والمعلومات علاش احنا عندنا مصداقيه وعلاش مازلنا نقولوا فما اداره حتى اذا كان هي خايخه حتى اذا كان هو سي انكور مالاد حتى اذا كان احنا ننتظروا اصلاحه وننتظروا انه يجي شكون بالحق انسان وطني ياخذ بيد هذه الاداره حتى تتصلح وتمشي لقدام فرانا احنا اليوم ما نجموش نقولوا الشيء هذا هذا تشكيك في سي محمد عبو لا ماهوش تشكيك في لا في سي محمد عبو ولا في غير سي محمد عبو تستناو في شخص وطني يجي هاو جاي سي محمد عبو سي محمد عبو والله معناتها هو يعرف اذا كان احنا نقول اليوم فما يعني يجي تجي نقابه معينه اين كانت وتقول راهو فما اشكاليه فما تنكيل فما سياسه ممنهجه ضد الاطارات الدوله وفما نوعيه من التصفيه الحسابات المعينه فيجي هو يتهم الناس اللي قالت بالفساد ويقول عنده قضيه فساد انا معناتها الحق تحديد المفاهيم راهو ضروري في الحاله هذه معناتها ما قلتش عندي استفيده ما قلتش عندي شبهه فساد قلت عندي قضيه فساد معناتها هنا يظهر لي فما تداخل ومزج كبير ياسر فما مسؤوليه سياسيه يتحملها هذا الرجل احنا لنا معاه لنا ضده احنا مع القانون ومع تطبيق القانون واليوم راهو الدوله صحيح يمكن تقول انت هي بيروقراطيه نوعا ما يمكن لكن هاي البيروقراطيه عطت اكله اخويا خلي الوقت الكافي لاجهزه الرقابه حتى تكمل تعمل مقارباتها الى بروسيدور كونتراديكتوار نتاعها وتخرج لنا يعني الصيغه النهائيه للتقرير خاطر هكا رانا دخلنا في التشهير اذا انا نقول بيك وعليك وصفتك ونعتك وما نخليلكش انت الفرصه باش تجاوب راني شهرت بيك الى متى واحنا قاعدين نعانيو في الرداءة هذه طبعنا رانا مع الرداءة هلا غربيه نقيبه مستشاري المصالح العموميه سي محمد عبو يقول فما بطء وفما نقص وفما تفاصيل ما تضمنهاش التقرير الاول يجي تقول هو التقرير الاولي اسمه على جسمه يا صديقي هذه خدمتك انت فما بطء انت من واجبك كسوبيريور هيرارشيك انك تعمل لوجود لا موتيفاسيون انت هذا دورك انت كانت توراك في سلطه القرار عندك تقول فما بطء معناتها يدخل في الملف وفي الاداره هذه لا انا محايد لا كيفاش
كيفاش ينجم يكون هذا؟ هذا كلام معناتها ما يجيش، مش معقول، مش منطقي الكلام هذا. معناتها نخرج يعني نحط أجهزة الرقابة في وضعية أمام الرأي العام إنها تحارف بعضها، وهذه يراهي مرآة عاكسة لما يحصل من تشنج وسط الإدارة التونسية في أعلى هيكلها وفي أعلى يعني درجات السلطة. تسييس في أعلى درجات الإدارة؟ طبعا التسييس موجود. شوف الإدارة التونسية وسي سفيان يعرف هي راهي عرضة للتسييس تيلة حياتها، لكن كان فما طرف واحد حزب واحد بركة هو ينحي هو يرجع، توا ولات أطراف عديدة تنحي بالبرشة ترجع بالبرشة. هزوا يديكم بربي على الإدارة يا سياسيين، هزوا يديكم، أعطيوا سياساتكم العمومية وفي برامجكم الانتخابية، لكن الإدارة إذا كان طوعت من أجل تصفية الحسابات فرانا ما عدناش نحكيوا على إدارة. غدوا ما عادش تطلبوا من المواطن أنه يثق فينا، وغدوا احنا بنفسنا ما عادش عندنا ثقة في بعضنا. هيك الرقابة يعني هذه فضيحة عمرها ما صارت في تاريخ. راهو مش محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد هو اللي أصدر بيان، لا بل هي الهيئة العليا للشراء أو الطلب العمومي اللي هي مستقلة. زادة كيفكم مدام كما نحكيو عفوا على الهيئة أما تتبع هيئة وزارة العمل وزارة الحكومة العمومية ومكافحة الفساد ولو لا تتبع رئاسة الحكومة والكلهم يتبعوا بعضهم. هذا اللي ما يصيرش. راه كان جاي وخليه الفرصة لهيكل الرقابة المعني باش يعمل لي لا بروسيدور كونتراديكتوار نتاعو ويقول يسأل كل الأطراف وياخذ كل الإجابات ويعمل مقارباته القانونية ويخرج تقرير نهائي ما كنا سنصل إلى هذه المرحلة من التفاهة ومن أنه هيبة الدولة ولات يعني على الفيسبوك مستباحة. شيء مش معقول راهو اللي قاعد يصير. الفصل 15 احنا نتمسكوا بالفصل 15 حياد الإدارة. صحيح اليوم ما نجموش نحكيوا على حياد الإدارة بصفة مطلقة لأنه احنا رانا نخدموا مع السياسيين معناتها في احتكاك مستمر في حياتنا المهنية والعادية، لكن اليوم إذا كان باش اون فاجوي ان احنا ننعتوا الناس بالفساد يعني بصراحة الحقيقة ولات لبانة ما عاد أفرغت من محتواها. رانا نحاربوا في الفساد كل يوم، ما استنيناش احنا مسيو بروبر باش نوليو نحاربوا في الفساد، لكن صحيح نلقاو صعوبات، نلقاو يعني تعطيل، نلقاو يعني لوبيات في الإدارة خلينا نقولوا اللي هي تعطل عمل هذا محاربة الفساد. لكن إذا كان احنا باش ناخذوه ان سلوغان ثم نحطوا الناس الكل فرد قالب ونقولوا كلنا فساد، يعني يولي أبسط عمل التصرف اليومي هو من قبيل الفساد، فأنا قاعدة في بيرويا وأنا نتنفس في هواء فيه فساد، مش معقول راهو الشيء هذا. وسامحني الذي يدعي أن الناس كلها عندها فساد فيجب أن يظهر هو بمظهر المترفع عن كل مظاهر الفساد، ويجب أن يظهر هو بمظهر إنسان نظيف. هلا غربية اليوم كمواطنين نتسألوا نثقوا ولا ما نثقوش في هيئة الرقابة؟ طبعا مما لا شك فيه. شوف أنا نزهتها ونزهها وهيئة الرقابة راهي من أول حاجة الساعة من أكثر الهيئات الرقابة كفاءة، مش في 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 شمال أفريقيا برك في العالم. هيئة الرقابة متاعنا، هيئة الرقابة متاعنا أثبتت من خلال عملها يعني في ثلاثة جمعات خرج التقرير فيه 70 صفحة وفيه جملة من الإخلالات اللي هي ذات معنى وجوهرية في وقت قياسي يعتبر، وزوز هيئة رقابة تخدم في نفس الوقت، يعني ذي عمل جبار وعمل مهول. وهيئة الرقابة راهي لها من المهنية والحرفية ما يخليها تنجم تحقق وتنجم تحل لونكيت متاحة فيها حتى في رئيس الحكومة، ولو أنه هو يعني الـ superior hierarchic direct هو رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة في الاخر، ولكن هيئه الرقابه نتاعنا راهي قادره ولها من الحياد ومن الموضوعيه ومن المهنيه ما يسمح لها بدراسه هذه المواضيع وغيره. ولا بروفوني ما كان فما حتى تحامل وما كان فما حتى يعني معناتها اوكان ديني، معناتها خذوا المساله بكل موضوعيه ودرسوا المساله.